أعزائي المتابعين، أنا بقالي يومين طول ما أنا ماشي في كل حتة، راكب توك توك رايح شغلي راجع من شغلي، في كلمة بتزن في ودني كده، حد من بعيد بيقول شيماء. أنا مش فاهم في إيه يعني، فأنا قلت مثلا يعني حاجة حضرت عليا. طب اتلبست، عديت على مية مثلا، صوت قوي، صوت في كل مكان أنت بتروحه، توك توك، عربية، موتوسيكل، عيل صغير بيقوق يعني. حاولت افهم، بص التوك توك وهو ماشي بيعمل ايه، شيماء برضو يعني، حتى التوك توك. هو ماشي شيماء، الموضوع تطور. فوت، قلت يوم عادي يعني، ممكن تكون حاجة طالعة جديد، مش عارفين، كل يوم في حاجات. فوجئت بقى ان انا دخلت بيتنا ولقيت المنظر ده. وهنا قررت ان انا اشوف ايه شيماء. سألت بنتي ايه شيماء، دي قالت لي يا بابا ده فيديو كليب. حلو قوي، فيديو كليب ده يعني هنتفرج. فتحت الفيديو كليب، لقيت شاب حلو جميل لابس شبشب زيكو وتيشيرت، يعني نص تيشيرت، مش تيشيرت كامل يعني، تمام، وماشي في الشوارع زي ما هو بيقول في الاغنيه يعني. انا حاولت اشوف يعني المهن الموسيقيه وصلت بينا لغايه فين يعني، الاستاذ هاني شاكر وخناقته مع استاذ حمو بيكا وحمو الطيخه والناس الكويسه دول اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي، وهل ده مشترك في المهن الموسيقيه ولا لا. طلع ان الاستاذ يوسف سوستا، ده اسم المغني اللي بيغني اغنيه شيماء، ان هو لسه مش في المهن الموسيقيه، بس هو راجل مستعد، هو بيقول ان انا مستعد. وفي قصه غريبه، بيقول انا نمت بالليل صحيت الصبح قالوا لي ان انت ترند. فانا مش فاهم يعني، الاستاذ هاني شاكر لما كان بيدور على الذوق العام وعلى الناس تسمع اغاني، احنا وصلنا لشيماء، وشيماء وصلت للعيال الصغيره. حضرتك استاذ هاني، وانا حابب ان انا اشكرك ان اغنيه متصوره ب 3 جنيه ونص تقريبا، كاميرا موبايل 3310 كمان عشان الجوده واضحه جدا، وبشبشب زيكو. والقصه بقى الانيل من كده، ان انا لقيت ان في 3 مليون مشاهده وشويه، يعني الرقم هيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. دول ناس شافوا شيماء وشافوا سوستا وهو بيدور على شيماء خلال اليومين اللي فاتوا. الجميل في القصة ان في يعني في قصة، هو بيحب شيماء دي وراح دور عليها وسط الكلاب ووسط الزبالة ووسط تحت العربيات. تخيلوا كان بيدور على شيماء تحت العربيات. فانا استهوتني القصة، قلت اكيد في مغزى يعني، في حاجة كبيرة كده. طلعت ان شيماء اخواتنا عبارة عن وزة، وهو كان بيدور عليها، مش وزة اللي بيغني، لا، وزة حقيقية ضك، تمام. فالحمد لله دي كانت اغنية شيماء اللي رجت الدنيا في مصر. وبيقول كلمة جميلة جدا، حاولوا تاخدوها موعظة كده في حياتكم، بيقول جاجا جاجا، يعني اللي يفهم جاجا جاجا يا ريت ما يبعتلناش، احنا مش احنا خلصانين اصلا. السلام عليكم.